إسرائيل تريد تغيير النظام في إيران، هدف جديد ضمن ردة الأبيب المتوقع على طهران بعد الهجوم الصاروخي الأخير، لكن كيف؟ تقرير لصحيفة تايمز البريطانية أوضح أن إسرائيل حددت أهدافاً تابعة للحرس الثوري وقوات الباسيج، وهدفاً ثالثاً غير مباشر يتمثل في التشجيع على تغيير النظام. فنتنياهو يأمل بأن يساعد الرد الإسرائيلي المتوقع في إضعاف الحرس والباسيج، وهما قوتان تشكلان ثقلاً داعماً كبيراً للنظام، خصوصاً أنهما كانتا فعالتين في إخماد الاحتجاجات ضده. فالباسيج قوة من متطوعين شبه عسكريين موالين بشدة للجمهورية الإسلامية ومتهمة بسحق من يعارض نظام المرشد. تقرير الصحيفة ذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي كان ألمح إلى هدفه الجديد في كلمة مصورة تم تقديمها على أنه خطاب إلى الشعب الإيراني والمعارضة في الخارج، قبل أيام عدة من الهجوم الصاروخي قال فيها إن تغيير النظام في إيران يلوح في الأفق وسيحدث أسرع بكثير مما يعتقد البعض، وأضاف لا تسمح لمجموعة صغيرة ممن وصفهم برجال الدين المتعصبين بسحق آمالكم وأحلامكم، زعما أن إسرائيل تقف مع الشعب الإيراني عندما تصبح إيران حرة أخيرا. محللون قالوا إن إسرائيل تخطط لضرب القوتين الإيرانيتين بقوة، وهذا من شأنه أن يشجع المعارضة الإيرانية. في المقابل يرى آخرون أن هذه الخطة غير واقعية، فموجة واحدة من الغارات الجوية أو حتى موجات عدة ليست من شأنها أن تطيح بالنظام من خلال تشجيع انتفاضة شعبية. وأنتم شاركونا، ما رأيكم؟